هكذا متابعين الكرام تابعنا ثلاث اشواط، والشوط الاول الرئيسي شوط ندى لسيد حمداب بن حمد الصليطي صاحبة التوقيت الافضل بهذا الصباح دقيقتين ثمان ثواني. تهانينا والف مبروك. وانتقلنا بالشوط الشوط الرابع. تابعنا الشوط الماضي ذهب مع وجود الشاينية سالم بن سعيد بن دربش العاملين تقدم بهذا الشوط القعدان، شوط القعدان نسير بهذا الشوط ونسير مع المركز الأول. مبارك بن سعيد بن غفان الجابري مع مبعد انتقل مع المركز الثاني، المركز الثاني اللي هو المركز الثاني بس السيد سالم بن سعيد بن دربش العامري اسم العملاق 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 ولك شاهين. نعم بالفعل في هذا الشوط اللي هو العملاق. المركز الثالث مياس الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. المركز الرابع بسيد ناصر بن عبد الله ناصر بن محمد بالطول بهذا الشوط. وين الغدوم من قبل شاهين خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري متقدم ونسير. يا سلام يا سلام يا سلام. الله 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 الله. مبهر 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 مبهر. هذا هو مبهر. مبارك بن سعيد بن غفان بن غفان الجابري. اتذكر هذا القعود قبل 20 يوم شاركنا بهذا الميدان واحتل المركز الاول، واليوم يطمح في تسجيل نقطه اخرى. سلام عليك بن غفان يا الجابري، واسعد الله صباحك بكل خير يا الدكتور باسم الجمهور الدكتور سعيد الدكتور مبارك بن سعيد بن غفان الجابري. سلام عليك يا بن غفان. سلام سلام مبهر. سلام سلام احمد بن محمد البلاشي. تهانينا والمبروك. المركز الثاني شاهين بسيد سالم بن سعيد بن دربش العامل مكثا شاهين خلفان بن سعيد عيلان مهيري. المركز الرابع شاهين بسيد ناصر بن محمد بالطويب المر عامري. والتوقيت الزمني دقيقتين 10 ثواني. سجل مبهر الدكتور مبارك بن سعيد بن غفان الجابري، واسعد الله صباحك بكل خير يا الدكتور سعيد يا الدكتور بو سعيد بو سعيد.